القاعدة السابعة عشر: الإشارة تقوم مقام العبارة. الإشارة تقوم مقام العبارة، هذه قاعدة. فلان يطالبك بألف ريال، صحيح؟ قال هكذا. نعم، من حقه شرعا أن يعتبرها بينة بوجود الشهود، لأن الإشارة قامت مقام العبارة. ولذلك أجاز أهل العلم شهادة الأبكر وإقرار الأبكر، موجب هذه القاعدة العظيمة أن الإشارة تقوم مقام إيش؟ مقام العبارة. نعم. القاعدة الثامنة عشر: ولها أدلة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لإثبان، أظنه عندما قال في قضية الدين في البخاري، مر علينا قريبا عندما تسمع عن البخاري في الشمال، عندما قال ضع من دينك هكذا وأشار النصف، قال قد فعلت يا رسول الله.